ماذا يقول إذا أمسى بحفرته فردا وقد فارق الأهلين والسكن؟ هناك يعلم قدر الوحشتين وما يلقاه من بات في اللذات مرتهنا. يا غافلا ورماح الموت شارعة، والشيب ألقى برأسي نحوه الرسنا. ولم أعد مكانا للنزول ولا أعددت زادا، ولكن غرة ومنى إن لم يجد من توالى جوده أبدا، ويعفو من عفوه من طالبيه دنا. فيا إلهي وسحب الجود واكفة سحا فتمطرنا الإحسان والمننا. آنس هنالك يا رحمن وحشتنا، والطف بنا وترفق عند ذاك بنا. نحن العصاة وأنت الله ملجأنا، وأنت مقصدنا الأسمى ومطلبنا. آمين يا رب.